بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، عنا اليوم مجموعة برمجيات مفيدة جدا 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 في قناتنا كنوز أو قناة كيف تصنع وقناة كل العالم. هاي البرمجيات تقريبا حصرية، أو خاصة أول برمجية هي حصرية ولا يوجد مثلها على التطبيقات جوجل بلاي أو حتى المواقع الويب. هاي البرمجية أخوان الكرام مفيدة في الأجهزة التي تصدر تردد مستمر للكشف عن الموجة. خلينا نشوف البرمجية مع بعض. هاي البرمجية فيها تعليمات شوي. نبدأ بالضغط على ابدأ التشغيل. الآن هاي البرمجية إخواني هي حصرية لقناة كل العالم وقناة كيف تصنع. إخواني الكرام، الآن في برمجية مهمة كثير كثير اللي هي للمرسل في أجهزتنا، اللي هو ترانزستور، محاكاة الدائرة الإلكترونية اللي قدامكم للترانزستور. خلينا نشوفها إخواني. قبل ما بنسى، هاي كلياتها الروابط موجودة على قناة الواتساب. راح أحط الرابط تاع قناة الواتساب في أول تعليق إن شاء الله مثبت في هذا الفيديو. خلينا نروح بسرعة على هاي البرمجية نشوفها مع بعض. هي محاكاة ممتازة جدا حقيقة، وطبعا مش هي حصرية لقناتنا. نبدأ. قطر الملف 30 سنتي، عدد اللفات زي ما انتم عارفين بجهازنا 7 لفات. قطر السلك، هاي المعطيات أساسية، يعني سعة المكثف 100 نانو فراد، ومقاومة القاعدة 10 كيلو. هاي الشغلات الأساسية اللي شفتوها بالدائرة. الآن كيف نعرف بالضبط التردد الصادر والحثية للملف؟ نضغط على أحسب، نطلع فوق شوية، بنلاقي التردد 52 كيلو هيرس، والحث المحسوب اللي هو 91 مايكرو هنري. الحقيقة طيب، احنا الان بدنا نستعمل ملف قطره 30 سنتي وملف اخر قطره 15 سنتي، بس بدنا نفس ايش التردد او قريب منه، يعني الفرق ما بيزيد عن 10 15 كيلو حد اعلى. فلو قلنا الملف اللي هو 15 سنتي، نحكي هون 15، بنحدد على طول، لازم يكون الملف دائرة حتى يزبط معنا. هون طبعا ايش عدد اللفات، احنا متعودين نلف 11 لفة. الان 11 لفة، الان نفس المعطيات، مقاومة 10 كيلو، وهدد كذا، والمكثف نفسه 100 نانو. بنقول له احسب التردد.
الان بيكون حسب فوق، بنطلع فوق شويه بنلاقي التردد للملف 15 سنتي اللي هو 47 كيلو هيرتز، والملف الاكبر منه كان 30 سنتي، عدد اللفات اللي اعطيناه والقطر الملف اللي هو 52، اذا التردد مسموع وراح يكون موجود عندنا بشكل واضح. يعني هذا قبل ما تعمل الملف ممكن تستعمل هاي البرمجيه حتى تعرف قديش التردد اللي ممكن يطلع معك. هاي برمجيه ممتازه جدا جدا جدا، خاصه الملفات بالقلب الهوائي اللي بنستعملها احنا للاجهزه. نروح بسرعه على البرمجيه اللي هي حساب التوالي والتوازي. هون بنحسب احنا التوالي والتوازي والوان والوانها طبعا، لا خلينا بالالوان من الالوان. هسه حساب التوالي والتوازي، هنا بنحسب مثلا عندنا بدنا ثلاث مقاومات احنا، الثلاث مقاومات هاي يعني خلينا نحكي بدنا نحسب المقاومات على التوازي، ثلاث مقاومات بنحط هون رقم، عندنا ثلاث مقاومات يا برمجيه، الثلاث برمجيات هاي بنحكي له اضف المقاومات. القيمة للمقاومة الاولى قديش عنا؟ للمقاومة الاولى نفرض انه 10، نفرض انه 5 كيلو اوم، 5 كيلو اوم. الان عنا قديش بالكيلو، نتعامل احنا بالكيلو اوم. المقاومة الأولى 5 كيلو أوم، المقاومة الثانية خلينا نحكي 10 كيلو أوم برضو بالكيلو راح تكون، المقاومة الثالثة برضو خلينا نحكي 10 كيلو أوم، 10 كيلو أوم. الآن صار عندنا مقاومتين 10 كيلو أوم وخمسة كيلو اوم، بدنا نحسبهم على التوازي هاي المكثفات، عفوا المقاومات، بنحكي له احسب، بطلع لنا القيمة اللي هو تقريبا 2.5 كيلو اوم، يعني 2.5 كيلو اوم، هاي القيمة اللي راح نحصل عليها. وايضا المقاومات هون حساب مقاومات على التوالي، عندك مقاومتين نحكي اضف، طبعا نقدر نختار المقاومات 4 مقاومات 5 مقاومات من خلال هون عدد المقاومات اللي بدنا نشتغل عليهم، 10 3 مثلا 2، هو بياخذ الرقم اللي انا اعطيه. هون بقول له اضف، هيا حط لي 3 مقاومات زي انا ما اعطيته، بيحسب لي اياهن على التوالي زي انا ما اعطيته. حلوه كثير كثير هاي البرمجيه يا اخوان الكرام. ايضا في عندنا برمجيه قيم المقاومات والوانها، هاي برمجيه كثير كثير سالوني عنها اخوان الكرام، يعني لمعرفه المقاومه من الوانها. مثلا انا بدي عندي استعمل كثير مقاومه، اقول لك مقاومه 39 كيلو اوم، 39 كيلو، ها بحط هون 30 39، وبنحط له الوحده اللي هي كيلو اوم، وبنقول له عرض الالوان، بيعرض لي اياهم على طول. ال 39 كيلو اوم تبدا باللون البرتقالي، وبعديها الابيض، وبعديها اللون البرتقالي، واخر شيء الذهبي اللي هو السماحيه. احنا نهتم باول 3 الوان بهاي المقاومه اللي هو برتقالي ابيض برتقالي، هاي الوان المقاومه 39 كيلو اوم. وايضا نقدر نحسب من الالوان الى قيمه المقاومه، يعني انا عندي شفت مقاومه مش عارف قيمتها، بحكي له يا برمجيه انا عندي لون احمر بالبدايه من الشمال الى اليمين، طبعا هون محطوطه بالعكس بس هي من الشمال لليمين تحسب، وعندي اللون الثاني برضو احمر، واللون الثالث برضو احمر، احسب لي شو القيمة، شو بيقول لي هون القيمة 2.2 كيلو اوم، ونسبة السماحية اللي هي 5%، هاي الوانها احمر 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 اللي انا دخلتهم،
وبيعطيني القيمة. حلوة حلوة كثير 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 هاي البرمجية. طبعا هاي حصريات تقريبا، ما فيش موقع أنا ما شفت موقع جمعهم بالطريقة هاي. لا تنسوا إخوان الكرام الرابط تاع الواتساب راح يكون بأول تعليق مثبت في هذا الفيديو. إخوان الكرام اجتهدنا احنا وتعبنا بهاي البرمجيات، رجاء يعني فقط تابعوا الفيديو الى النهاية، واللي ما حضروا من البداية الى النهاية حاول يحضروا مرة ثانية من البداية الى النهاية، يعطينا اعجاب على الفيديو، يشترك بالقناة، يعني بنكون شاكرين للطفكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.